الخير مرة تانية على كل مشاهدينا في كل مكان. رجعنا لكم بفقرة إين بوكس في الكبسولة، واللي بيكون منورنا فيها دكتور باهر السعيد، اللي بنعرف منه معلومات كتير جدا تخص كل الأدوية والصيدلة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. عامل إيه؟ ازيك يا دكتور؟ عامل ايه في الحر؟ رحمة. لا الدنيا صعبة قوي. الحمد لله. بالظبط، في رطوبة شديدة. طب ايه رأيك يا دكتور ندخل على نصايح في الكبسولة؟ اول حاجة، لو انت مش مركز في شغلك، لو قراراتك كلها بقت غلط، لو لقيت نفسك دايما عندك قلق وتوتر، لو بتميل للعزلة على غير عادتك، وبرضو لو بقيت متشائم بزيادة، لو كمان لما تلاقي نفسك مش مستمتع بحاجة ولا بتحاول تستمتع بحاجة، الأعراض دي كلها اكتئاب، ممكن بداية اكتئاب. لازم تحل مشاكلك دي، ما تسيبش نفسك الأعراض دي لو عندك، ما تسيبش نفسك لغاية ما الدنيا تتفاقم معاك. واوعى تاخد أي دواء للاكتئاب من نفسك طبعا. أدوية الاكتئاب لازم إشراف طبيب مختص. بس قبل ما توصل للمرحلة دي، لو عندك عرض من الأعراض دي، حاول ممكن تقرب من ربك، حاول تاخد أجازة، تعمل أي حاجة، بس ما تخليش الأعراض دي تسيطر عليك. تاني حاجة، في مشروبات بتبقى غنية بفيتامين دال. يعني احنا دايما فيتامين دال بنقول في الأسماك، في المكسرات، في بتاع، انما في مشروبات ممكن تشربها هي اللي فيها نسبة فيتامين دال عالية جدا. زي ايه؟ أول حاجة عصير البرتقال. عصير البرتقال زي ما هو غني بفيتامين سي، هو برضو غني بفيتامين دال بطريقة كبيرة جدا، وهو هيبقى حل كويس للناس النباتيين اللي ما يقدروش يشربوا ألبان وحاجات فيها فيتامين دال. تاني حاجة، حليب البقري كامل الدسم، برضو نسبة فيتامين دال فيه عالية جدا، ولازم يكون كامل الدسم. نسبة فيتامين دال عالية جدا فيه، والدهون اللي فيه أصلا مش بتتعدى 4%، يعني ما تقلقوش من زيادة الوزن وكده، بالعكس ده هو مفيد جدا. برضو المشروبات الزبادي، يعني الناس اللي ما بتحبش اللبن، تشرب الزبادي، تاكل الزبادي أو لبن رايب بأي نكهة، برضو هيبقى فيه فيتامين دال بنسبة عالية جدا. طيب الناس اللي عندهم حساسية من الألبان، اللي هو عدم تحمل اللاكتوز، عندهم حل اللي هو حليب الصويا. حليب الصويا ده من أفضل الحاجات. أولا هو للناس اللي عندهم حساسية من أو ما عندهمش تحمل للاكتوز، غير كده كمان الناس النباتيين. على فكرة حليب الصويا ده مميز جدا، إن هو مليان مغنيسيوم وحديد وكالسيوم وزنك، غير فيتامين دال زي ما قلنا، وبيزود الجهاز المناعي بطريقه كبيره جدا. هو ينفع للرجاله والستات؟ عشان اسمع انه في معلومه عن انه حليب الصويا ده للبنات اكتر، لانه فيه هرمونات او حاجات. لا وبرده لاي حد، وفي اطفال برده بياخدوا حليب الصويا اللي عندهم حساسيه من اللاكتوز، ما فيش مشكله يعني. ثالث حاجه، لو رايح تصيف، اهم حاجه تكون معاك ازازه خل. ازازه الخل دي مهمه جدا جدا لو هتنزل البحر. ليه بقى؟ ايه ده؟ فرضا انت نزلت البحر وحصل لك التهاب ناتج عن لسعه، هتشك دايما ان في لسعه قنديل. اول حاجه هتعملها ايه لو حسيت بالتهاب ناتج عن لسعه حاجه في البحر؟ عاده هتبقى لسعه قنديل. اول حاجه وانت في البحر قبل ما تطلع، تشيل الرواسب بتاعه الماده القلويه اللي المفروض القنديل قرصها او سابها على جلدك، تغسلها بالميه بتاعه البحر. اول ما تطلع من البحر على طول تروح على ازازه الخل اللي هي المفروض تبقى معاك، وتحط كميه منها على الجلد المصاب، وتتساب اقل حاجه نص ساعه، تتساب نص ساعه، وبعد كده تغسلها، تغسل بقى الرواسب والخل وكل حاجه، وبعدين بقى تحط كريم، يكون كريم للحريق، حتى الكريمات اللي هي غنيه بشمع العسل زي مثلا نولافير كريم، في نوع تاني اسمه او ميبو، او اي كريم للحريق برضو يكون معاك احتياطي. في الحالات الشديده الاشد شويه ممكن تحط كمان مع كريم الحريق كريم كورتيزون، زي مثلا اي حاجه تاكساكورت مثلا او بيتاديرم، او اي كريم في نسبه كورتيزون. طبعا في الحالات الشديده على طول تروح للطبيب، لان لسعه القنديل بتبقى صعبه جدا وبتعمل التهابات شديده جدا لو ما تلحقتش. بس ازازه الخل حل وقائي سريع، هيقلل الاعراض الشديده السيئه لقرص القنديل او لسعه القنديل. تمام. رابع حاجه،
ملك الفواكه ايه؟ وملكة الفواكه المانجا. مانجا المانجا بيسموها ملكة الفواكه، وهي ده الموسم بتاعها الايام دي. مظبوط. المانجا من اكتر الفوايد، فيها فوايد كتيره جدا 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 للانسان. اول حاجه هي مليانه مضادات اكسده بتحمينا من السرطانات بصفه عامه، غير كمان ان هي بتقلل الكوليسترول، والناس كتير ما تعرفش المعلومه دي. المانجا الالياف الكتير اللي فيها والبكتين وفيتامين سي اللي فيها بنسبه عاليه بيقلل الكوليسترول بدرجه كبيره جدا، وبيقلل برضو الكوليسترول السيء، غير كمان ان هي لما بتتحط موضوعيا على الجلد بتقلل البثور بتاع الجلد، وبتساعد على فتح المسام المسدوده، وده مهم جدا في المانجا. غير ان هي مفيده لصحه العيون بطريقه كبيره جدا، لانها فيها نسبه فيتامين الف. ده لو كلتها ولا حطيتها على عيني؟ لا 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 لا، هنا في صحه العين الاكل. الاكل انما الاكل، انما الجلد ده موضوع تاني. هي المانجا جميله. المانجا جميله. غير كده كمان على فكره، في ناس بتعتقد ان هي مش مناسبه لمرضى السكر، لا بالعكس، ده هي بتقلل بتظبط مستوى الانسولين في الدم، فبالتالي بتحافظ على مستويات السكر في الدم، فاللي عنده سكر ياكل مانجا بس برضه بدون اكسار يعني. برضه كمان في نقطه تانية، ان هي بتعزز الصحه الجنسيه عشان فيها فيتامين اي، فيتامين ه عالي، وبرضه بتحسن الهضم وبتقلل الحموضه، وبتعزز الجهاز المناعي بصفه عامه عشان فيها فيتامين سي وفيتامين الف، ومفيده للحوامل وكبار السن. طيب هي بتزود الوزن؟ في ناس بتعتقد ان هي بتزود الوزن، مش بتزود الوزن ولا حاجه. لو كله مانجا براحتك. لو اكلنا ثلاث ثمرات مانجات في اليوم، السعرات الحراريه فيها حوالي 400 سعر حراري عادي. يعني كتير. لو واحده في اليوم اوكي مفيش مشكله. طيب ايه بقى الوحش في المانجا؟ السيء في المانجا الاملاح الزياده، الناس اللي عندهم املاح زياده بلاش مانجا، لانها طبعا بتزود الاملاح. ماشي، خامس نصيحه. خامس حاجه بقى، من اكتر الحاجات اللي ناقصه في السوق الفتره اللي احنا فيها دي في سوق الدواء، واكتر حاجه بنسال عليها في الصيدليات، حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل فيها ازمه كبيره جدا. فانا هستعرض الحبوب اللي موجوده في السوق، اساميها والبدائل بتاعتها او المسائل بتاعتها، عشان السؤال ده بتساله كتير جدا. اول حاجه الشريط ابو جنيه، اللي هو مايكروسبت، ده اشهر انواع حبوب منع الحمل. المايكروسبت يا جماعه هو هتلاقوه في الوحدات الصحيه اللي هي طب الاسره، متوفر جدا، مفيش فيه ازمه ولا حاجه، لان انما هو مش هتلاقيه في الصيدليات، بس موجود في طب الاسره. ممكن اي واحده سيده تروح المكان بتاع طب الاسره هتلاقي فيه المايكروسبت ابو جنيه ده. البديل بتاعه حاجه اسمها ترايوسبت ب6 جنيه. طب لو الاثنين مش قادره توصلي للوحده الصحيه اللي فيها الحاجات دي، ممكن بقى تروحي للاصناف الاغلى شويه، في السيلست. السيلست ده ب27 جنيه. طب مش لاقيين السيلست، البديل او المثيل بتاع السيلست حاجه اسمها نورجستاديول. نورجستاديول ده صنف نازل جديد في السوق ب22 جنيه. في جينيرا ب45 اللي زيه بالظبط، حاجه اسمها فيمو جيزال. الفيمو جيزال ده ب24 جنيه ونص. في الياسمين النوع الشهير المستورد هو ب58 ونص، في زيه حاجه اسمها نورو كارمينا ب45، واللي زيهم حاجه اسمها دورموفارين ده ب27 ونص. طيب في انواع حبوب منع حمل اللي هي بتحتوي على البروجسترون بس، دي مناسبه للمرضعات ومناسبه برضو للستات اللي 40 سنه وطالع، اللي هم ما يستحبش انهم ياخدوا بعض انواع حبوب منع الحمل. البروجسترون اللي بيبقى فيها بروجسترون بس هي دي الانسب ليهم. اشهرهم السيرازيت. السيرازيت ب29 جنيه. ليه بديل برضو السيرازيت؟ اللي مش لاقي السيرازيت، في حاجه تانية اسمها افيونوهيبتا، ده نازل جديد برضو برخيص ب22 جنيه. اخر حاجه الاحاديه الهرمون برضو البروجسترون، المايكرولوت اللي ب16 جنيه، في حاجه زيه اسمها لاكتيف نور ب10 جنيه. الحاجات دي حبوب منع الحمل الموجوده في السوق. ما تقلقوش، في انواع كتير متوفره. الصنف اللي ما تلاقوش هتلاقي ليه مثيل زي ما قلنا في المقطع ده. حلو قوي. اما كبسولتنا النهارده فهي تكمله للحلقه اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها عن اشهر الامراض الجلديه اللي بتيجي في فصل الصيف، ومن اشهرها هو الهامونيل. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت يا دكتور عن المراهم او الكريمات الموضعيه لعلاج هامونيل. هل علاجه بنكتفي بجزء المراهم او الحاجات الموضعيه بس، ولا في حاجات تانية؟
طبعا اساسي ان لازم يبقى فيه حاجه مرطبه ملطفه زي اللي قلناهم، سواء بقى كلاميل او زينكو ديرم، زينكو اليف، في هايبانتين بلس، اي كريم من الكريمات الملطفه او المرطبه اللي بتحتوي على الكلامين، ماده الكلامين او زينكو اوكسيد، الحاجات الملطفه دي اساسي. تاني حاجه بقى برضو احيانا في الحالات الشديده من حمو النيل الطبيب ممكن يوصف نوع يكون مرهم كورتيزون خفيف، من اخف الانواع المراهم اللي بتحتوي على هيدروكورتيزون 1%، ده بيبقى ماده خفيفه خالص بتستعمل مع الكريم الملطف. وبرضو لو في احساس بالهرش والحكه، وعاده ده بيبقى موجود، فالمفروض برضو بيوصف حاجه مضاده للهستامين زي مثلا تلفاست فيكسون، فاستل مثلا، ليفوهستام، زيرتك، اي حاجه مضاده للحساسيه سواء للكبار او الاطفال على حسب السن الصيدلي او الطبيب بيوصف النوع المناسب حسب السن يعني. يبقى مضاد الحساسية كريم كورتيزون في الحالات الشديدة، فيه الكريم الملطف. برضو لو الحمو النيل احنا قلنا لو تجاهلنا علاجه ممكن يحصل دمامل والتهابات جلدية شديدة ناتجة عن الحكة او الحك بالاظافر، ممكن تعمل دمامل بالزبط. فساعتها الطبيب بيضطر، ساعتها بقى طبعا لازم نلجأ للطبيب، الطبيب بيضطر بقى يوصف مضاد حيوي مع الكورس ده. فعادة نلحقه في الاول احسن بالظبط، لان بعد كده هنحتاج بقى مضادات حيوية ومطهر، يعني بيحط مطهر زي بتادين او اي حاجة، وبعدين او سيتيال اي مطهر، وبعدين المرهم، وكده كده بياخد بقى بالفم سواء اقراص او شراب مضاد حيوي. طيب البقع البيضة يا دكتور اللي بتطلع على وشوش الاطفال عموما سببها ايه؟ البقع وهي البيضة. ايه بالظبط؟ البقع البيضة، البقع البيضة دي على فكرة من اشهر الحاجات اللي بتصيب اطفالنا في فصل الصيف بالذات. كنا زمان معتقدين اول ما بنلاقي طفل كده عنده البقع البيضة بتظهر في وشه بنقول على طول ده نقص فيتامين الف او انيميا، بس احنا كنا معتقدين كده. حديثا لا، هو مش سببها كده ولا حاجه، ده دي من ضمن الاسباب بس مش ده السبب الوحيد. لو نلاحظ ان الحبوب دي او البقع البيضه دي ممكن تظهر في الصيف وتختفي لوحدها من غير اي سبب، هي لو اصلا نقص فيتامينات، هو ممكن يكون ما اخدش كورس فيتامينات ولا اي حاجه وهي راحت لوحدها. فهي اسمها اولا اسمها النخاله البيضاء. النخاله البيضاء هي نوع من انواع الحساسيه، هي مش مرض معدي. حساسيه للحر؟ ما هي حساسيه، الحساسيه دي بقى سببها ايه؟ سببها ايه؟ ليها ثلاث اسباب. اول حاجه التعرض للشمس، الاطفال اللي بيروحوا اللي بيقعدوا في البسين فترات طويله او اللي بيتعرضوا للشمس من غير استعمال واقي شمس. ما اتكلمنا في حلقه قعدنا نقول واقي الشمس واهميته. بالظبط. رقم واحد في النخاله البيضاء دلوقتي مش الفيتامينات زي ما كنا بنقول بس، مش نقص فيتامينات ولازم استعمال واقي الشمس. عدم استعمال واقي الشمس هو اللي بيؤدي لحاجه زي كده، فلازم واقي شمس طفلك لازم تستعمله الواقي الشمس ده، حاجه اساسيه. غير كده اوريدي برضو نقص الفيتامينات معانا، يعني لو الاب اخذ او ولي الامر اخذ الطفل للطبيب، اول حاجه هيطلب منه تحليل صوره دم، هيطلب منه كمان تحليل براز، لان الطفيليات ديدان مثلا ممكن تسبب برضو البقع البيضاء. يبقى هما ثلاث اسباب، نقص الفيتامينات، الشمس، التعرض للشمس، الديدان، الطفيليات. هناخد التليفون وبعدين نرجع نتكلم عن علاج البقع البيضاء. معانا امل على التليفون. الو، ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ يا حبايبي ازي صحتك يا رب؟ الحمد لله. اتفضلي الدكتور. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ ربنا يبارك لك يا رب، يجعله في ميزان حسناتك. الله يكرمك، الله يخليك. بقول لك يا دكتور، بالنسبه للبنادول اللي هو بتاع العظم والمفاصل، تمام، ده لو يتاخد منه واحده كل يوم ملوش اي اضرار ولا حاجه؟ لا خالص، مأمون جدا البنادول، مفيش فيه اي مشكله خالص. ماده الباراسيتامول مأمونه على 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 المعده ومأمونه للكبد، ما دام واحده في اليوم مش مشكله، يعني مش امر، يعني ما تقلقيش منها ان شاء الله. الف سلامه عليك يا امل وشكرا. طيب احنا قلنا اسباب البقع البيضاء، اسباب فالطبيب زي ما قلنا بيطلب الثلاث حاجات، بيطلب تحليل دم وتحليل تحليل البراز. عاده في تحليل البراز ممكن يجي التحليل ما فيش فيه ديدان مثلا، بس برضو الطبيب بيوصف جرعه ديدان بشكل وقائي. ليه بقى؟
لان احيانا الدوده بتبقى متحوصله ما بتنزلش في البراز وتكون هي اللي مسببه القصه دي. فهو بيدي مالتي فيتامينز اي نوع بقى، فاروفيت حديد، فيتاماونت، شراب، اي نوع مالتي فيتامينز، وبيدي جرعه ديدان، وبيوصي بواقي الشمس. لازم واقي الشمس ده بشكل اساسي للاطفال خصوصا. خصوصا الاطفال، وحتى لو عندهم اوريدي البقع البيضاء لازم تستعملوا واقي شمس. في انواع واقي شمس اطفال في السوق، حاجه اسمها بوبي كيدز، رخيص ومش غالي زي الحاجات المستورده. في حاجه اسمها انفينيتي كيدز، في جليكس كيدز، الحاجات دي كلها واقي شمس مامون للاطفال وتمام. طب دولا خلاص، دول الاسباب. طب اوريدي هو في بقع، ايه اللي هيشيلها؟ الحاجات دي هتشيلها العلاج. لا العلاج عاده في كريم اسمه تارو ليماس كريم. الكريم ده شهير جدا في الصيدليه، والمستورد بتاعه للناس اللي بتتابعنا من بره حاجه اسمها ال دي الكريم. ده الاستيراد بتاعه او اللي موجود بره مصر يعني. ده بيدهن دهانين مرتين في اليوم بس، طبعا برده تحت اشراف الطبيب، وممكن الدكتور يكتب برده حاجه انتي فانجل معاهم. انما هو ده الكورس بتاع الـ النخاله البيضاء. بس بنكرر، هو مرض مش معدي، هو نوع من انواع الحساسيه. لازم واقي الشمس يا جماعه لاطفالكم. ماشي. طيب معانا تليفون من الهام. الو الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا الهام؟ تمام الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. دكتور لو سمحت، انا عندي بتظهر لي حسنات كده من الشمس في وشي. تمام. يعني انا كان في وشي عندي حسنه واحده كده، فطلع لي اتنين تاني في وشي، فروحت للدكتور بتاع الجلديه قال لي دي مش بتروح، بتيجي من الشمس او الحراره في مطبخ او جنب البوتاجاز في خنيه، ومش بتروح غير بالليزر. بقول له ملهاش اي كريمات ولا اي حاجه تخلي الحسنات دي تروح؟ قال لي لا بالليزر بس. فمش عارفه يعني اي كريم ممكن يخليها تروح، عشان انا مش في امكانيه الليزر وكده. ماشي، شكرا يا الهام. هي للاسف فعلا هو ملهاش حل غير الليزر. والموضوع بيتهيألي مش مكلف يعني، انا كنت سالت مره فحاسه انها ب 300 جنيه حاجه لا هي الليزر الناس بتتخض شويه من الموضوع. لا بالزبط. الموضوع وفي خيارات يعني، مش غالي قوي زي ما انت متخيله. لا وفي تنوع، بس حسنات كتير هيبقى. هي قالت اتنين بس اللي مضايقنا، واول واحده بتبقى بسعر وبعد كده كل حسنه بسعر تاني. خدت دكتوراه خلاص موضوع الحسنات. طيب دكتور، احنا اتكلمنا خلاص عن العلاج. عايز اسالك عن افضل انواع الصابون اللي ممكن تحمينا شويه من الامراض اللي بتظهر في فصل الصيف. تمام. هو طبعا انت لو قلت لاي حد انا عايز صابون استعملها في الصيف، هيقول لك خلاص نجيب الصابون المطهر الشهير يعني. اي بالزبط. نوع من انواع المطهر. بس ده طبعا غلط جدا. الصابون المطهر لا يستعمل الا في حاله العدوى. يعني زي المضاد الحيوي، احنا المضاد الحيوي ينفع ناخد مضاد حيوي واحنا مش عندنا مثلا؟ لا طبعا. نفس الفكره، ما ناخدش، ما نستعملش صابون مطهر عمال على بطال عشان ما يقتلش البكتيريا النافعه اللي على الجلد. الجلد بيبقى عليه بكتيريا نافعه هي اللي بتدي صحه الجلد، وهي حاجه مهمه جدا للجلد. ما نقضيش عليها بالصابون المطهر عمال على بطال، الا اذا كان في عدوى او ميكروب او كده، ساعتها بنستعمل الصابون المطهر. افضل صابونه ممكن نستعملها في فصل الصيف لاي سن هي صابون الجليسرين. ولاي نوع بشره؟ جليسرين. لاي نوع بشره، بشره حساسه دهنيه، الجليسرين مميز جدا. هي لو جافه قوي ممكن بقى نحتاج ترطيب اعلى شويه زي صابون دوف مثلا، الحاجات اللي هي اللي بيبقى فيها الترطيب عالي شويه. انما صابون الجليسرين هو صابون الصيف. يعني وكل وطول الموسم، مش الصيف بس، طول السنه امن وافضل حاجه. تنفع لحديث الولاده، تنفع للاطفال، تنفع للشعر على فكره، الجفاف الشعر برضه مفيش منها مشكله. صابون الجليسرين مميز جدا. طب ايه مميزاته؟ على فكره بيحمي برضه من حب الشباب، يعني هو بيشيل الزيوت والبقايا اللي على البشره، وبيحمي برضه من حب الشباب، يعني مناسب برضه للناس اللي عندهم حب شباب. بيدي ليونه ومرونه للبشره وترطيب، وترطيب كمان عشان كامل على فكره. صابون الجليسرين بيحمي من التجاعيد. لان عشان نحمي بشرتنا من التجاعيد المفروض بندي للبشره الترطيب الكافي. ده بنلاقيه في الجليسرين. يعني صابون الجليسرين الحاجه اللي ممكن نستعملها عشان نحمي بقى من حمو النيل، من اي التهابات جلديه ايا كان نوعها، اي حساسيه بالهرش، واي منطقه في الجسم بنستعملها صابون الجليسرين. فهو الصابون المثالي في فصل الصيف. طيب حلو قوي. هناخد تليفون معانا. فايزه. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا فايزه؟ الله يسلم.
اتفضلي الدكتور معاك. اسال الدكتور بس الله يسلمك. اه اتفضلي. ممكن اسال الدكتور بس على الصمت يا دكتور لو سمحت؟ على ايه؟ على ايه؟ الصمت. صمت. في حاجه اسمها صمت كده. صمت الصمت. اه تمام. ده ايه الصمت؟ الصمت ده يا دكتور؟ صمت زي عين السمك. طيب شكرا يا فايز. ماشي حاضر. هو الصمت طبعا لو يعني لو ايه الصمت؟ حاجه زي عين السمكه زي اه عامله زي دمل كده بس قشره تخينه بالظبط. ايوه هو لو موجود في مكان مش في الوش يعني مش في مكان ظاهر في الصيدليه حاجه اسمها كولوماك او كورنيد ده بيبقى كويس قوي ليها بتدهني حوالين المنطقه اللي فيها الصنطايه فازلين عشان السائل ده بيبقى كاوي فعشان ما يعملش مشاكل للبشره للمنطقه السليمه فالمفروض بنحط حواليه فازلين وبعدين نحط الكولوماك او الكورنيد على المكان بتاع الصنطايه انما لو في الوش طبعا او في مكان ظاهر مش هينفع نعمل الكلام ده لازم الطبيب بقى بيعمله بالكي او بالتبريد او باي طريقه عند طبيب الجلديه يعني انما لو في الرجل مثلا عاده بيبقى يظهر لو في الرجل او في الايد الكولوماك او الكورنيد اكتر في الرجل وفي القدم تحديدا. طيب معانا تليفون تاني من دعاء. الو يا دعاء. طيب التليفون فصل. دكتور انا كنت عايزه اسالك بس في نقطه صابونه الجليسرين انا بروح الصيدليه اقول له عايزه صابون الجليسرين ولا ليها اسم؟ لا لا ما انا بصي هم اكتر من مش عارف 10 شركات او حاجه بتنزله هي بتقولي صابون الجليسرين في انواع بقى كتير بقى في شركات كتير جدا بتنزل صابون الجليسرين كتير جدا ف شركات مصريه مصريه هي معظمهم مصريين لانها فهم هي صابون وكلهم على فكره بينزلوا برضو اسمهم كده صابون الجليسرين بتاعه شركه كذا اوكي هو ده اي صابون جليسرين هو المفروض بيبقى لونها شفاف كده لونها عسلي شفاف امال انا ليه تخيلتها هتبقى خضراء لا خضراء هتبقى الزيتون زيت الزيتون ايوه صح الزيتون هو في صابون زيتون برضو دي بتبقى اكتر للشعر لا حلوه وبرده جميله ومميزه بس في البشره احنا خلينا في جليسرين خلينا جليسرين احسن. طيب الحبوب او الاكزيما او الصدفيه كل الحاجات دي بتخلي في اثار على الوش ممكن نستعمل ايه علشان الاثار دي بتاعت او حتى حبوب شباب ساعات في ناس كتير بيطلع لها حبوب شباب وبيفضل برضو الاثار بتاعها ايه الحاجات اللي بتخلي الاثار دي تروح؟ هو الاثار بتاع اي مرض جلدي حتى الندبات اللي هي الجراحيه بعد مثلا حد متخيط ولا حاجه وكده او حفر حب الشباب او البقع بتاع حب الشباب اي حفر او بقع بيبقى منظرها وحش وبتعمل زي تشوه في الوش كده ففي كريمات كتير جدا في الصيدليه ممكن نستعملها لحاجه زي كده اشهر حاجه تركيبه من ثلاث حاجات موجوده في مراهم كتير في الصيدليه خلاصه البصل يعني بتلاقي المنتج ده بيبقى فيه خلاصه البصل هي المفروض مضاده فعاله جدا كمضاد للالتهاب وبتمنع تكون الندبه اصلا الهيبارين بيبقى جواه الهيبارين يعني اول حاجه خلاصه البصل ثاني حاجه الهيبارين ده بيدي ليونه كده للندبه او المكان اللي الاثر اللي موجود على البشره فحتى لو فيه ندبه قديمه الجفاف بتاعها اصلا بيبقى بيقلل وصول الدم للمنطقه دي فبالتالي الهيبارين بيوصل الدم لمنطقه الندبه دي فبالتالي بيبقى سهل ان هي تلتئم او ترجع الجلد يرجع لطبيعته. ثالث مكون الالانتوين ده موجود برضو في المراهم دي او الكريمات دي بتساعد ان الماده الفعاله دي بتوصل لطبقات الجلد الداخليه وبتبقى البشره مرنه. الثلاث حاجات دول خلاصة البصل والهيبارين والألينتوين موجودين تحت اسم حاجة اسمها كونتراكتيوبكس جيل موجود برا مصر وموجود هنا مصر في مصر بسعر رخيص 20 جنيه وليه بديل تاني أو مثيل تاني اسمه سكارتكس جيل ده ب10 جنيه بس أنبوبة ب10 جنيه دي لو استعملتها فترة طويلة هتبقى حل كويس لموضوع الندبات حلوة حلوة. طيب معانا تليفون من مريم. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مريم؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. ممكن اساله الدكتور؟ اتفضل. شكرا جزيلا. انا ظهر في وشي بقع بيضه تمام يعني الكلام ده يمكن من سنتين ورحت للدكتور اداني مضاد فطريات ما عملتش حاجه. المهم انا كل الفتره دي سكت يعني لغايه لما لقيت ان هي فعلا بدات مساحتها تزيد على الخدين فروحت الدكتور اداني مضاد للفطريات ومقويات للدم لكن ما فيش اي تحسن نهائي.
انا الحقيقه بخشى انه ده يكون بهاق، لكن الدكتور قال لي انه لا مش بهاق. فاعرف راي حضرتك وشكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا استاذه مريم. هي بصي الفرق بين البهاق والنخاله البيضاء، هي كلمه نخاله بيضاء جايه من النخاله اللي عند الخباز او الفران. هي بتبقى لونها ابيض بس مطفي. البهاق بيبقى ابيض ناصع يعني، انما الثانيه ابيض مطفي. النخاله البيضاء بتبقى بيضه مش ناصع البياض يعني. بتبقى ابيض مطفي وعليه قشره خفيفه كده زي قشره النخاله. هي ده الفرق بين الاثنين. فاكيد الطبيب شاف طبقات الجلد وتاكد ان هي مش بهاق، لان ليها البهاق بيبقى واضح خالص، اي طبيب عليه يعرفه بسهوله جدا. فهي ممكن تكون فطريات زي ما الطبيب قال لك، ممكن تكون الفطريات يعني. والله استشيري الطبيب في امكانيه انك تاخدي برضو تاروليمس لو كان الموضوع كده يعني، بس هو الفطريات بتبقى واضحه واي طبيب ممكن يعرفها يعني. طيب معانا تليفون من منير. الو الو يا منير. طيب معانا سهى. ايوه الو، ازيك يا سهى؟ الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي اتفضلي معاكي. اتفضلي الدكتور لو سمحت. العين السمكه دي كان بتطلع واحده بس في رجلي في الجنب، دلوقتي كذا واحدة بقوا بيتنطوروا كده وبعدين بيبتدوا يقلموني بقى. تمام. في علاج ليها يا دكتور؟ تمام ماشي. شكرا. طيب شكرا يا سو. هي عين السمكة احنا لازم نكون عارفين ان هو اصلا بيبقى حاجة فيروسية، يعني فيروس بيصيب الجلد بيسبب حاجة زي كده، فبيبقى في الاساس نقص في المناعة. ف يعني لما هي بتتنقل كده، انا نصيحتي انك تاخدي حاجه تزود مناعتك، حاجه زي مثلا ايميولانت بلس كبسول حبايه الصبح وبالليل، او اميونوفيتا كبسول ده او ده، اي حاجه تزود مناعتك تمشي عليها لمده شهرين، هتقلل العرض ده جامد جدا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب معانا تليفون من احمد. الو الو، ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. اتفضل. كنت حابب اسال الدكتور بس على، انا رحت جالي كده حاجه في فروه راسي، رحت للدكتور قال لي دي اكزيما فاداني علاج، فما عملتش حاجه. رحت للدكتور تاني قال لي لا دي صدفيه، اداني علاج واختفت. فبعد ما اختفت انا ما وقفت العلاج، فبدات رجعت لي تاني اكتر من الاول، بس بدل بقى ما تبقى في فروه الراس بس بدات تبقى في الايد، حاجات كده بتعمل قشره كده وتبقى ملتهبه كده، فالقشره دي مثلا ما جالع فيها تعملي زي التهاب في ايدي، فمنتشره في كذا حته يعني. فكنت حابب اعرف بس يعني ايه العلاج يعني بتاع الصدفيه دي. تمام شكرا يا احمد. شكرا يا احمد. احنا هنرد على احمد بس بعد ما ناخد انجي، ايه رايك؟ طيب انجي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعلي صوتك شويه انجي؟ السلام عليكم. ازيك عامله ايه؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ اتفضلي الدكتور معاكي. الحمد لله شكرا. ايوه السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم وبركاته. اهلا وسهلا اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور، انا بنتي عندها 14 سنه، بينزل عليها الدوره كتير، فعامله عندها انيميا في الحديد وضعفها برضو، ذاكرتها شوية في الدراسة وكده، وعندها امتحان يوم السبت، فمش عارفة اديها ايه. بس وانا برضو عندي 40 سنة وعندي برضو الذاكرة ضعيفة شوية ومش بركز. عندها ايه ضعيفة؟ الذاكرة عندها ضعيفة شوية. طيب تمام شكرا يا استاذة انجي. طيب احنا نرد على احمد الاول اللي هو مش عارف هي اكزيما ولا لا. هي صدفيه طبعا، دي اعراض الصدفيه. بس هو بيقول لما بيهرش بتيجي في ايده، يعني دي بتلتهب. التهاب بتيجي في ايده، هي صدفيه بتعمل كده؟ لا ممكن. دي اعراض الصدفيه دي، بس هو اعتقد ان طبعا هي علاج الصدفيه لازم طبعا الطبيب المختص هو اللي يكتبه، لان عاده بيبقى لا بياخد كورتيزون وكورتيزون. هي بتهديها بس بتهدي الاعراض لحد ما ان شاء الله في السوق المصريه عليك. بالظبط، عايز حاجه مؤقته. في شامبو اسمه نيزابكس شامبو او نيزورال شامبو، ممكن تستعمله بشكل يومي لمده اسبوعين، وبعد كده كل 3 ايام مره، مع اي كريم. في كريم اسمه كالسبوهيل او دايكالديرم،
دهان، ممكن تضيف معاه كربميد مرطب، كربميد مع بايكالديرم، الحاجات دي موضوعيه، ده اللي نقدر نقول لك عليه. بس وصف الكورتيزون طبعا لازم يبقى تحت اشراف الطبيب، وفي علاج هينزل قريب ان شاء الله للسرطان. ان شاء الله يا رب. اه بالنسبه لانجي، بالنسبه لبنتها طبعا ما فيش علاج انيميا هيجيب نتيجه لغايه يوم السبت يعني، بس احنا هنقول لك على نوع كبسول للحديد كويس ممكن تديه لها، في حاجه اسمها اي زيت جلوبين او فيرو جلوبين او فيرو 6، اي حاجه من الحاجات دي ممكن تاخد حبايه كل يوم بعد الغداء، بس اقل حاجه شهرين، وتاخد للذاكره بقى والتنشيط عشان الامتحان بتاعها. وحضرتك برضو معاها في كبسول اسمه ترينيتيوركس او جينكو فيت، حبايه كل يوم بعد الفطار، ده غذاء ملكات النحل مع جينكو بلوبا مع جينسانا مع جينسنج، الثلاثه دول مع بعض بيدوا طاقه وبيزودوا القدره على الاستيعاب والذاكره. تمام، معانا تليفون من جلال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا جلال؟ ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل. لو سمحت يا دكتور، كنت من سنتين كده رحت الدكتور كان في مشاكل في خدي، فقال لي دي تينيا بركشيه. تينيا؟ تينيا علت، تينيا بركشيه. تمام. اوكي، اتفضل. فاداني كريمات وبرشام وكده وخدت فتره وقطعت. دلوقتي ظهرت مشاكل تاني، اني بحس بقرش في الرقبه كده وفي بقعه. ممكن يبقى في علاج يقضي على التينيا دي خالص؟ وبالنسبه للبقع اللي ظهرت على الجلد دي المشكله، ممكن في علاج يقضي عليها؟ اتفضل. تمام، شكرا يا استاذ جلال. برضه هناخد مهاب وبعدين نرجع نرد على مهاب وجلال الاثنين. معانا مهاب على التليفون. الو، مهاب وجلال الاثنين. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيبي بس انا طفل عندي 13 سنه. 13 سنه بس؟ انت راجل يا عم. خلاص. طيب بعدين. ايوه. طيب بص هقول لك على حاجه. ابعد ابعد عن التلفزيون شويه او وطي التلفزيون، اسمعنا من التليفون. سامع صوتك؟ ايوه، بعيد عن التلفزيون. طيب ايه عندك ايه؟ انا عندي حاجات طالي في وشي، حب الشباب. مش طفل اهو، طلع لك حب الشباب خلاص. ف عايز بس اي علاج، عايز اي علاج بس الدكتور بس يكتبه لي بس. حاضر يا مهاب، حاضر. باي باي. طيب معانا تليفون تاني من فاطمه. الو، طيب التليفون فاصل. طيب. اول حاجه كان استاذ جلال عنده تانية مظبوط تظهر بقع هي طبعا دي برضو يعني عايزه كشف دقيق لان الموضوع عنده كومبلكسد شويه. بس هو عاده يعني معظم الاطباء بيفضلوا اللاميزيل او اللاميفين 250 اقراص او التربن 250 اقراص، قرص يوميا لمده شهر بيقضي على اقوى انواع الفطريات في الحالات اللي زي كده، بس طبعا لازم تحت اشراف الطبيب. وممكن يستعمل اي شامبو من الشامبوهات اللي هي بتشتغل على القشره، زي حاجه زي في حاجه اسمها سلينو كير او سلينو جينا او نيزورال، اي حاجه من الحاجات دي هي اصلا بتستعمل للقشره والفطريات في نفس الوقت. اللاميزيل اللي احنا قلنا عليه او اللاميفين او التربن، في منهم برضو كريمات، يبقى الاقراص بتاعتهم والكريمات مع الشامبو. حلو قوي. استاذ مهاب عنده حب شباب، بيشتكي من حب شباب. أأمن حاجة للسن ده على الإطلاق يعني صابونة الجليسرين اللي احنا قلناها، برضو بتشتغل على حب الشباب، مأمونة خالص بالنسبة لسنه. سامع يا مهاب؟ ومن أأمن الكريمات ومن أأمن الكريمات كريم رخيص كده بخمسة جنيه اسمه أكنامايسن. الأكنامايسن ده على فكرة هو أأمن الكريمات على الإطلاق اللي موجودة في الصيدلية لحب الشباب، حتى مأمون كمان للحوامل. الوحيد اللي بيتحط على الحباية بس يا دكتور؟ على الحباية. فده من أأمن الحاجات يعني. طيب معانا تليفون من صفاء. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا صفاء؟ ازيك، عاملين ايه؟ الحمد لله بخير، اتفضلي. الله يخليك، ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي. ازيك يا دكتور باه؟ أهلا بيك، أهلا وسهلا. الله يخليك. كنت عايزة أستأذن حضرتك، ابني عنده 3 سنين وكام شهر. تمام. طلعت له في دقنه تحت شفايفه نقطة حمراء، على ما نام وصحي لقيتها وسعت معاه شوية وكونت قشور كده. أنا مش عارفة إذا كانت دي إكزيما أو صدفية، وحضرتك قلت دلوقتي الفرق بينهم يعني المراهم اللي بتستخدم كورتيزون 1% وكده، فأنا مش عارفة أستخدم له إيه. هي غالبا إكزيما لأنها محمرة وعاملة
قشور كده وبتحس ان هي فيها كانها حرق يعني. تمام. فانا عايزه اعرف الطريقه. عنده ايه بتقول؟ 3 سنين. عنده 3 سنين تمام. وشهرين. تمام. انت اديله مضاد للحساسيه زي مثلا حاجه زي ليف 6 او ليفو هستام او الزيرتك، معلقه كل يوم بالليل لمده شهر مثلا، وتدهني له في دهان اسمه رشا كريم او كالم سكن كريم مرتين يوميا، مع حاجه بقى كورتيزون خفيف ممكن الهيدروكورتيزون 1% مأمون، او بتادرم مفيش مشكله مرتين يوميا مع الكالم سكن، يعني تخلطيهم مع بعض على جلد الطفل، بس طبعا الكورتيزون لمده اسبوع وقفيه، انما الكالم سكن او الرشا كريم او اي حاجه فيها زنك، يعني زنكو ديرم كريم، زنكو اوليف كريم، اي كريم فيه زنك اوكسيد مرتين يوميا باستمرار حتى مفيش مشاكل. طيب معانا ناديه على التليفون. الو يا نادية. طيب معانا نجلاء. يا نجلاء. طيب نجاوب على طيب حاولوا تكلمونا تاني. صفاء بتاع احنا قلنا ابنها صح؟ ابنها بتقول ان هو عنده اكزيما برضو كانها جاوبناها. ردينا خلاص. طيب يا دكتور عادي بتحصل وتحصل. دكتور عايزه اسالك ازاي ان احنا نحمي الاطفال عامه او الاولاد الصغيرين من الاضرار اللي ممكن تحصل لهم من البول او البسين على شعرهم وبشرتهم. تمام. اول حاجه طبعا لازم ارتداء النضاره اللي هي بتاعه السباحه دي اساسي عشان يحمي عينيهم. الكلور اللي موجود ده مؤذي جدا للعين طبعا. ده في الاساس لازم حاجه زي كده. طبعا ما يقعدش فترات طويله. استعمال واقي الشمس ده اساسي جدا. واقي الشمس عشان طبعًا. اللي احنا قلناه واقي شمس اطفال مناسب. ما يقعدش فترات طويله زي ما قلنا. اول ما يطلع لازم الاستحمام بميه على طول عشان الكلور والمواد دي تروح. وبعدين يدهن لوشن مرطب. اي لوشن مرطب يكون فيه برضو لو فيه الزنك حتى الحاجات اللي هي بتاع حمونيل دي حتى لو دهنها مفيش مشكله. او كريم اسمه كالم سكن كريم حلو قوي او اي كريم مرطب. غسيل الشعر بشامبو كويس اي شامبو من الشامبوات الكتير اللي احنا قلناها قبل كده. ريجو شامبو مثلا. سترونج فيل شامبو. ممكن توب هير شامبو. اي كريم من الكريمات اللي قلناها الشامبوات قصدي اللي قلناها قبل كده. استعمال سيرم ده اساسي للشعر خاصة البنات طبعا. لازم سيرم يعني الاستحمام قبل ما ننزل البيسين وبعد بعد البيسين ده اساسي اصلا. السيرم ده بعد البيسين بعد ما يتغسل شعرها بالشامبو. السيرم ده حاجه مهمه جدا. وممكن قبل البيسين برضه كده كده السيليكون اللي فيه ممكن يحمي الشعر بالظبط. في نوع جميل جدا اسمه سيرو بايب ده من افضل الانواع زي المستورد بالظبط مفيش اي فرق ومصري. في برضه روزيليا لو مش متاح ده. في روزيليا في انواع سيرم كتير. في هيرا سيرا. في انواع سيرم كتير كويسه حتى هتمنع يعني هتدي تقويه للشعر وهتحمي الشعر من التساقط والتجعد والهيشان والشمس كمان والهيشان. فاي نوع من الانواع دي شغال يعني. طيب كويس. معانا تليفون من عبد الفضيل. الو الو مساء الخير. طيب معانا حاتم. الو الو ازيك يا حاتم؟ اهلا بيك يا فندم. اتفضل. حاتم من طنطا. اتفضل. اهلا بيك وكل اهل طنطا. كنت بسال الدكتور على تبطيل السجاير ايه العلاج اللي يقلل مضاعفات تبطيل السجاير؟ لا يعني انت بطلت اصلا؟ انا عايز ابطل وخايف لان بتجيب خرف وبتجيب زهايمر وبتجيب في مضاعفات تبطيل السجاير. لان سن كبير دلوقتي 55 سنه. ربنا يديك الصحه. لا لسه شباب ما تقولش على نفسك كده. بس انت بس ايه انوي كده وان شاء الله هتبطل. ما هو انا خايف لان في ناس بطلت جات لها موضوع الخرف. يا باشا ما فيش خرف يعني زهايمر. لا 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 مش عايز كلامهم. فانا خايف. لا لا ما تخافش. حتى من كتر الخوف بقيت ازود في السجاير اكتر. لا 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 هم دول انا بقول لك حقيقه ده امان. هم دول اصدقاء السوق اللي عايزينك تفضل تدخل معاهم. بالظبط. احنا عايز ابطل بس عايز علاج يعني هقول ايه بس يا ربي
الواقع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يديك والبركه في سعادتك دكتور باكر. الله يكرمك. ربنا يديك الصحه كده ويديك طول العمر باذن الله. شكرا يا استاذ حاتم. هو العلاج المتاح في الصيدليات عشان تبطل سجاير في حاجه ممكن تساعدك على تبطيل السجاير اصلا، حاجه اسمها تشامبكس، هو ده الوحيد اصلا المتاح في السوق المصري. التشامبكس ده بيتاخد جرعته، بس طبعا لازم تكون ما عندكش امراض يعني مزمنه، لان لو مرض مزمن لازم بس يبقى تحت اشراف الطبيب، انما لو سليم تمام ما فيش مشاكل ممكن تاخده. التشامبكس بتاخد نص مللي جرام، عشان في ناس دايما بتسالنا على جرعه التشامبكس، نص مللي جرام اول يوم وثاني يوم وثالث يوم، يعني ثلاث ايام نص مللي جرام مره في اليوم، وبعدين بقيه الاسبوع بقى يوم الرابع والخامس والسادس والسابع بنص مللي جرام برضو مرتين يوميا. وبعد كده من الاسبوع الثاني هتبدا بقى تبطل سجاير، يعني اول اسبوع احنا مش بنقول لك وقف سجاير، اشرب سجاير زي ما انت عايز. ثاني اسبوع بقى هياخد 1 مللي الصبح 1 مللي بالليل لغايه 3 شهور، حبايه الصبح وحبايه بالليل 1 مللي. من ثاني اسبوع بيبدا بقى يوقف سجاير. اللي تشامبكس هيقفل مستقبلات النيكوتين اللي موجوده في الجسم، هيساعده ان هو يقلع عن السجاير. ناس كتير جدا جدا التشامبكس كان حل لموضوع ان هو يبطل سجاير. الاعراض بقى احيانا في ناس بتقول لك لا ده انا عندي شويه بلغم من اثر السجاير ان انا بطلت السجاير، الموضوع بسيط جدا، اي حاجه مذيبه للبلغم تاخدها مفيش مشكله. بالظبط، هو شويه ان شاء الله السموم كلها هتطلع من جسمك. لو مشيت على كاستا او زاديتين او اي حاجه للحساسيه مفيش مشاكل، محدش يقول لك ده السجاير حلوه. لا يا باشا في ايه؟ ده حاجه بتجيب سرطان. يعني ان شاء الله استاذ عبد الفضيل تكلمنا المره الجايه وتقول لنا. استاذ حاتم انا اسفه، تكلمنا المره الجايه وتقول لنا ان انا خلاص بطلت سجاير. هناخد معانا دلوقتي على التليفون ليلى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك؟ الله يخليك يا حبيبتي، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. معلش يا دكتور، انا من 4 سنين كده ظهر على في خدودي كده حكايه بني. الدكتور قال لي ده نمش كلب. تمام. اعطاني سان بلوك وحاجات كتير بس مفيش فايده، وبيظهر ويغمق في فصل الصيف. تمام. بس مش عارفه اعمل ايه، وفعلا تعبني نفسيا. يعني كام سنه حضرتك؟ يعني 45 كده. طب وبتستعملي واقي شمس وكده ولا ما بتطلعيش من الشمس اصلا؟ لا انا بستعمله حتى في البيت بستعمله. تمام. بس الصراحه انا زهقت بقى من كتر الكريمات ان ما بيظهرش اي نتيجه. طب وانت استعملتي بقى حاجات مقشرات وكده ولا كريمات طبيعيه ولا ايه؟ لا حاجات مقشرات طبيعيه، يعني حاجات اللي احنا بنعملها في البيت كده. بس يا استاذه ليلى بصي، هو الناس بتبقى عايزه دلوقتي عايزه تعمل نمش على فكره. ده حقيقي. الناس بتتمنى ان هي يبقى عندها نمش. الدكتور قال لي كلف مش نمش. كلف؟ كلف. ايوه قال لي كلف. طيب الف سلام عليك يا ليلى. الله يخليك يا حبيبتي، الله يكرمك. شكرا ليك يا استاذه ليلى. ومعانا ليلى تاني. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ليلى؟ الحمد لله، انا عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي الدكتور معاكي. قال يا دكتور انا شعري جاف جدا وعايزه استعمل حاجه يعني كويسه لشعري وكده، استعمل ايه؟ تمام. طب انت عندك كام سنه؟ عندي 14 سنه. ماشي يا ليلى. حياتي، شكرا. باي يا ليلى. طيب معانا تليفون. معانا تليفون تاني. تليفون تاني. الو. مساء الخير. مساء النور. يا سلامه، ازيك؟ الله يسلمك. عندي حضرتك. اتفضل الدكتور معاك. من فضلك كنت عايز اكلم الدكتور. اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا بعد ما باخد دوش ادي لي 4 5 سنين كده، بعد ما باخد دوش بهرش في رجلي جامد من تحت لدرجه ان انا ممكن يعني اتعور. والشعر نحل كده رجلي من تحت الركبه وماشي. تمام. فده يا ترى ليه علاج ولا؟ دي حاجة. الحاجة التانية، عندي ابني عنده في حدود 20 سنة شعره بيسقط باستمرار ومش عارف اعمل ايه. تمام. عنده قشر كمان. ماشي. طيب يا استاذ سلام، نجاوب الاول على مدام ليلى الاولانية. استاذه ليلى الاولى. ايوه، اللي كان عندها كلف. الكلف. الكلف انت تمشي على اي كريم طبيعي من الحاجات الطبيعية اللي هي بتقلل حتى الاعراض شوية. في نوع اسمه انفينيت وايتنينج او ستار فيل وايتنينج كريم، دهان مرتين يوميا بشكل يومي، وتعملي تقشير مرتين في الاسبوع بحاجه اسمها ميلانو فري. ده دهان كل يوم بالليل يشطف بعد ساعه او مرتين في الاسبوع يعني، او يوم بعد يوم
ميلانو فري دهان مساء يشطف بعد ساعة، وبعد الشطف تحطي كريم بتاديرم مع بنسينول. ده حل كويس للكلف، بس لازم تمشي على كريم تفتيح طبيعي، انفينيتي وايتنينج، ستارفيل وايتنينج، ممكن فولدكس، فلير، اي حاجه من الكريمات التفتيح الطبيعي. وفي برضو ليلى الثانيه اللي كان عندها 14 سنه وشعرها جاف، تعمل حمام زيت طبيعي مرتين في الاسبوع، زي في حاجه ممكن فيفيدول زيت مثلا، ماجيك اويل زيت، اي زيت طبيعي ممكن تعمل بيه حمام زيت مرتين في الاسبوع، وتمشي على اي كريم زي مثلا ايلون كيراتين كريم، في توب هير كريم، في تريتو كريم، او السترونج فيلي كريم، اي كريم من الكريمات دي. بالنسبه لسلامه بيقول ان هو بعد الشاور بيهرش في رجليه جامد لحد ما يتعور، وابنه عنده 20 سنه شعره بيتساقط. تمام، بالنسبه لموضوع الحكه ياخد حاجه في برشام في الصيدليه اسمه اتاركس او الرجكس، حبايه كل يوم بالليل هتقلل الاعراض دي خالص، مع كريم بتاديرم او اي كريم للحساسيه عادي يعني عند اللزوم وخلاص. بالنسبه لابنه هو وابنه شعرهم كان بيتساقط، تساقط مش صلع، تساقط بس مش صلع. في برشام اسمه بايوتين فورت او اسجو بايون، ده او ده حبايه بعد الفطار والعشاء. ولو في انيميا لازم طبعا يعالجها لو في انيميا معاه. والسبريهات بقى ممكن في توب هير سبراي، ريجو سبراي، او تونس كالبين سبراي لوشن، تدليك لفروه الراس مرتين، مع كريم طبيعي بقى زي سترونج فيلا او ايلون كيراتين، اي حاجه من الكريمات دي مره. بس هو كان يعني استاذ سلامه نفسه كان بيقول ان هو شعره بينحل وابنه عنده قشره. قشره طيب موضوع القشره، في شامبو في الصيدليه اسمه داندل شامبو او سيلينو كير شامبو، ده شامبو للشعر يوم بعد يوم لمدة أسبوعين، وبعد كده كل 3 أيام مع تونس كلبين محلول اللي احنا قلناه من شوية، بيشتغل على الحاجتين، على التساقط وفي نفس الوقت على القشرة، بس ده أقصى استعمال ليه شهرين. تدليك لفروة الراس مرتين يوميا، هو التونس كلبين منتج مصري رخيص ب 11 جنيه بس فعال جدا في موضوع التساقط وموضوع القشرة. يبقى دندل شامبو مع التونس كالبين، تدليك لفروه الراس مرتين، مع حاجه بقى اسجو بايون، بايوتين فورت، رويال فيجي، اي نوع مالتي فيتامينز للشعر. طيب معانا على التليفون محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله تمام، الله يكرمك. اتفضل دكتور معاك. ازي حضرتك دكتور؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. حضرتك دكتور، بس انا كان عندي كل فتره كده كان بيجي لي تقشير في شعري، تمام، وفي اماكن معينه خصوصا ورا الودن وكده يعني، بس كان بتجيلي في اوقات معينه، دي تقريبا معايا على طول. الفتره الاخيره بدا يحصل عندي من حوالي سنتين كده او سنه ونص، بدا يحصل معايا التقشير بقى يزيد جدا، وطبقات قشر بتتشال على طول زي هرش وكده. بدا الموضوع يبقى غير عادي خالص، فبدات يعني اقول كل شويه اقول هيروح زي ما كان بيروح، وبعد كده رحت كشفت. انا اصلا يعني انا عايش في السعوديه يعني، رحت كشفت وكده، فالدكتور قال لي دي بدايه صدفيه، فانا ما اعرفش يعني استغربت صدفيه ايه، انا بيجي لي الموضوع على طول يعني ومستنيه يروح، فبدات استخدم كريمات، الكريمات تودي الموضوع وبعدين يرجع تاني. الدكتور قال لي بطلها شويه بشويه، عملت نفس الموضوع، بطل شو يعني الكريمات، بدل مثلا ما استخدم الكريم مثلا مرتين في اليوم، بدات مره في اليوم، بعد كده مرتين، مره كل يومين كده يعني، برضه رجع تاني نفس الموضوع. نزلت اجازه مصر، رحت الاثنين دكاتره خلاص، يعني برضه قالوا لي صدفيه، في دكتور كتب لي نوع شامبو اسمه دوكري او حاجه زي كده، ودكتور تاني كتب لي نوع شامبو تاني، بس نفس الموضوع عندي يعني، استخدم الكريمات تروح الموضوع دون، حتى بدا يطلع لي في رجلي من تحت وفي صدري، استخدم الكريمات تروح، اسيبها مثلا اسبوع ولا حاجه ترجع تاني، فمش عارف بقى بدات ازاي. نيزابكس نيزابكس هو الحل. اسمه ايه؟ نيزابكس. ميزابكس عن تجربه والله. ب 20 جنيه انت متخيل؟ يعني انت الشامبو اللي انت قلت عليه دوكري ده بتجيبه ب 400 جنيه تقريبا او 300 وي حاجه زي كده، والله انا فاكر كتير ده ب 20 جنيه يعني. وهتشوف من تاني استعمال مثلا الصدفيه بدات تتشال، عشان الصدفيه القشره بتاعتها اتقل من القشره العاديه. ايه رايك يا دكتور؟ لا انا خدت بالي. طب الميزا تكس ده لوحده خالص ولا معاه حاجه تانية؟ يعني انا مثلا الشامبو هل مثلا في صدري وفي في رجلي،
سيب الرغوة بتاع الشامبو على رجلك أو على صدرك لمدة 5 دقايق 10 دقايق وبعدين اشطفها. نيزابيكس حاجة مميزة جدا، ممكن تستعمل معاه كيرلا أو ديبروسالك، لوشن للشعر وكريم أو مرهم للجلد. كيرلا او ديبروسالك. طب معلش يا دكتور ورقه وقلم، عشان بس معلش يا دكتور هكتبه برضه. طيب بص انا هقول لك على حاجه يا استاذ محمد، حضرتك اول ما تقفل هنعيد اسماء الادويه تاني وتكتبها تمام، وناخد تليفون لحد ما هو يكون خلص قفل التليفون معانا. معانا على التليفون منير. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا منير؟ منورين الشاشه، ربنا يخليك. واستاذنك اكلم الدكتور. اتفضل معاك. منور يا باشا. الله يكرمك الله يكرمك. بقول لسعادتك انا عندي مشكله، رحت لدكاتره كتير، عندي حاجه كده ما بلبس الشراب وبلبس شرابات قطن تمام، بس بالليل لما باجي بقلعها بحس باكلان في رجلي جامد او هرش، واقعد اهرش جامد، وبعدين ساعات الهرش ده يبقى في رجل واحده، ممكن يجي لي مره في الشمال وممكن في اليمين لحد يعني طول الشراب كده. احط عليها ميه ساقعه تهدى شويه وبعدين ترجع تاني. تمام تمام. فمش عارف بقى هل الصابونات اللي انت يعني اتكلمت عليها دي غلط، يعني التانية دي اللي انت مرضتش تقول اسمها، صابونات الجليسرين اللي هي، لا الجليسرين ده ما انت في صابون انت مرضتش تفصح عن اسمه تقريبا، تقول ده مطهرات، دي غلط على الجلد. طيب هنقول الصابون عامة اللي هو بيكون فيه مطهرات تقيلة، ودي أنواع بتكون معروفة جدا يعني موجودة للبشرة ولل تمام. هو بص حضرتك وللمنظفات أرضية كمان والحاجات دي. المطهرات لو في مرض جلدي أوكي يعني ماشي هتستعمله أكيد، هو معمول للميكروبات والجراثيم. بس بص حضرتك هو موضوع الحكة دي حاول تبقى تحلل كده، بقول وتشوف لو في أملاح على فكرة بتبقى تزود الإحساس بالحكة دي. وممكن تستعمل أي كريم مرطب، مفيش مشكلة، بنسينول ولا كالم سكن، أي كريم مرطب هيقلل الأعراض دي خالص يعني. واستعمل صابون الجليسرين هيعجبك برضه. طيب وكان قبلها استاذ محمد عايزين بس نعيد له الشامبو نيزابيكس. شامبو نيزابيكس شامبو بتسيبه على الجلد لمده 10 دقائق وبعدين تشطفه، ممكن تستعمله بشكل يومي لمده 2 أسبوع وبعد كده مرتين او مره في الاسبوع حتى ما فيش مشاكل. والكريمات لفروه الراس في محلول اسمه ديبروسالك او كيرلا، كيرلا او ديبروسالك، مثل فروه الراس كل يوم بالليل. وللجلد بقى ممكن الكيرلا او الديبروسالك بس مرهم بقى مش محلول. ماشي هناخد هدى على التليفون. الو السلام عليكم. ازيك يا هدى عامله ايه؟ الله يخليك الله يخليك. عايزه اكلم حضرتك الدكتور. اتفضل. الو ازي حضرتك؟ اهلا بيكي اهلا وسهلا. انا عندي كيوتا كارتكولا لي سنتين بتعالج منها ومش لاقي على اي علاج، اتعالجت كتير وخدت انواع كل ضد الحساسيه، باخده كل يوم لي سنتين باخد ضد الحساسيه ومع ذلك ما استاذه هدى. استاذه هدى احنا مش سامعينك كويس، فممكن تعيدي تاني؟ اقول سيادتك انا لي سنتين حضرتك بتعالج من الارتكاريا. ارتكاريا تمام. ارتكاريا اوكي ماشي يا هدى، خلاص هنرد عليكي. الف سلامه عليكي. طيب هي خلينا ناخد تليفون تاني يا دكتور ونرد مره واحده. معانا حسن. الو الو ازيك يا حسن؟ الله يكرمك. اتفضل. عايز اتواصل مع الدكتور بس. اتفضل معاك. اتفضل. طيب بقول لك يا دكتور انا جسمي بهرش جسمي تمام، وبعدين رحت بشفت كده مع عند دكاتره التاج الجلديه فقالوا لي انت تحتاج لاشعاع ليزر، جهاز اللي هو الاشعاع. فبتعامل مع الاشعاع دلوقتي حوالي يطلع 10 جلسات. بس هو الاشعاع دي ليه اضرار ثانيه مثلا للعظام ولا لاخطاء ثانيه مثلا ولا لا؟ ماشي شكرا يا حسن. شكرا يا استاذ حسن. طيب معانا تليفون خلينا ناخد تليفون كمان. ماشي ماشي زي ما انت عايزه. يلا ميرفة خدي التليفون. ماشي معانا ميرفة على التليفون، ناخده انا وانت يلا. الو مساء الخير. ازيك يا ميرفة؟ اهلا بيكي. اهلا اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير اهلا بيك. من فضلك هو انا بس شعري الحقيقه بيقع من قدام، بيفضى كده من قدام.
وبيفضى من النص كده. وللأسف أنا باخد أدوية يعني خاصة بالغدة الكظرية اللي فوق الكلى، باخد كورتيزون يعني. وللأسف أنا بقالي فترة طويلة بتعالج بريفايزولين وخدت أدوية فوق ما حضرتك تتخيل من الغلو. ألو؟ طيب أستاذة ميرفة اتفصلت. ماشي طيب خلينا نرد كده بالدور. انا عايزه ارد على حسن عشان انا عشان ما ننساش. هو حسن كان عنده مشكله في الهرشه او عنده ارتكاريا. لا ده هدى، مدام هدى بتتعالج بقى لها سنتين من الارتكاريا. هو من افضل الحاجات اللي بتجيب نتائج الاتراكس الراس، هو ناقص شويه بس فعال جدا. الاتراكس هي برطمان ب6 جنيه بس فعال قوي قوي قوي. طب هل ليه بديل او مثيل؟ هو اللي ممكن الايفاستين، بس لو لقت الاتراكس يبقى حظها حلو قوي لانه فعال جدا. طيب حلو قوي. ومدام ميرفت، ميرفت بقى بتاعت شعرها بيقع من قدامه من النص، وهي بتتعالج بتاخد ادويه للغده الكظريه. هو هي بتقول الاماكن فضيت، مش هيبقى في حل غير ماده المينوكسيديل. في هي بتقول برضو الحاجات غاليه اللي بتاخدها، ففي برضو الحاجات اللي هي سعرها معقول، في نوع اسمه مينوكسلوك او بيرفورما او مينوكسلوك او بيرفورما او بيرفكتو ديل، اي حاجه من الحاجات دي. بيستعمل 6 بخات كل يوم بالليل بس قبل ما تنامي بساعتين او ب3 ساعات عشان ما ينزلش على القوره يطلع شعر. فبالتدليك لفروه الراس لمده مثلا المفروض على طول، يعني المفروض تفضلي ماشيه على مينوكسيديل فتره طويله قبل النوم بساعتين اللي هي ال6 بخات، مع طوب هير سبراي تدليك لفروه الراس الصبح وبالليل مع المينوكسلوك يعني. وممكن تستعملي اي امبولات للشعر زي برضو توب هير او ممكن هير ميكس امبولات مرتين في الاسبوع مع استعمال شامبو مناسب واي نوع مالتي فيتامينز برضو مناسب ليكي على حسب بقى اذا كان عندك انيميا ما عندكيش كده. طيب واستاذ حسن اعتقد ان هو كان عنده هرش او حاجه كده وقالوا له ان انت محتاج ليزر او اشعاع. تمام، هو بدل الطبيب بتاعك شايف ان الحل بتاعك هو الاشعاع او الليزر ده، خلاص احنا ما نقدرش نعدل على الطبيب بتاعه. ما تقلقش، هو الطبيب خايف عليك وخايف عليك، ما تقلقش مش هيضرك يا حاج حسن، ما تقلقش توكل على الله وان شاء الله اكيد الطبيب مش هيضرك، تأكد من ده ان شاء الله. معانا تليفون من ياسمين. الو ياسمين. الو ايوه ازيك يا ياسمين؟ الحمد لله. ممكن تعلي صوتك؟ ايوه انا بكلم الدكتور. اتفضلي الدكتور معاكي بس حاولي توضحي صوتك اكتر. ايوه دكتور لو سمحت، بقالي كتير بتعالج من شعري وعملت حقن كتير، عملت 12 جلسه بلازما وميزوثيرابي ما جابش نتيجه، الشعر اللي يطلع بيقع تاني. فالدكتور قال لي عايزه ازرع، فالحل ايه يعني؟ تمام شكرا يا ياسمين. معانا ياسمين تاني. الو الو ايه يا ياسمين عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي الدكتور معاكي. لو سمحتي انا شعري قصير جدا وكل ما بقص ما بيطولش، فكنت باخد بنتوجار وكنت باخد بيوسين فما عملش معايا اي نتيجه. انا كنت عايزه حاجه لمشكله الشعر، شعري خفيف جدا وقصير وعندي مشكله تانية برضو، وعندي اماكن اللي هي الكوع والركبه غامقه. اوكي كنت عايزه برضو حل ليها. تمام طيب شكرا يا ياسمين. معانا احمد. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا احمد؟ الله يخليك يا فندم. انا بس كان عندي مشكله، عندي بنتي عندها 10 سنوات شعرها من قدام خشن وناشف، لا فيش اي كريمات او اي زيوت راضيه تعمل معاها نتيجه، مع انها وهي طفله كان شعرها ناعم جدا لغايه 4 5 سنين او 6 سنين، فمش عارف ده نتيجه ايه. تمام شكرا يا احمد. طيب نرد بقى على التليفونات. ياسمين، ياسمين شعرها بيقع وعملت 12 جلسه ميزوثيرابي وبلازما بالظبط كده ومفيش اي نتيجه، الشعر اللي بيطلع بيقع. ماشي، والطبيب بيقول ان ملهاش حل غير الزراعه. فهي بتقول كده، فيعني هي كده ما يعني حاول، هو ده الحل بتاعها يعني، معنى كده ان الطبيب ان الطبيب جايب اخر الموضوع. فهو اكيد جربت المينوكسيد، بس مفيش حاجه علاجيه في الصيدليه. بس يا دكتور انت كنت قلت لنا قبل كده على سبراي او حاجه، بس دي بتستخدم طول العمر. هي اللي هي المينوكسيديل. هي انا متاكد ان هي استعملته، بس هي لو ما استعملتيش المينوكسيديل جربيه. المينوكسيديل هو ده الماده الوحيده الناجحه في موضوع انبات الشعر لو في امكانيه لانباته
فممكن تستعمل المينوكسيديل، لو ما كانتش استعملته وما كانش خلاص يبقى تلتزم بكلام الطبيب. طيب ياسمين برضو شعرها بتقول مش بيطول قصير وعندها بقع غامقه في مش بقع بس الحته دي بتبقى غامقه ركبتها والكعب. هي بتقول عايزه مالتي فيتامينز للشعر، جربت حاجات كتير وما جابتش نتيجه. انا مقتنع بالبيوتين فورتا او الاسجوبيون، ده او ده، واحد من الاثنين تمشي عليه مرتين يوميا مع حاجه زي رويال فيت جي، حبايه برضو بعد الفطار والعشاء، رويال فيت جي مع اسجوبيون. طيب بالنسبه للسبريهات بتاع الشعر اللي احنا قلناها برضو كتير قبل كده، التوب هير او السترونج فيل سبري، تدليك لفروه الراس مرتين، سترونج فيل او توب هير شامبو مرتين اسبوعيا، والكريم بتاعهم مره يوميا، دول فعالين جدا وبيجيبوا نتائج ممتازه جدا مع عمل حمام زيت من فيفيدول زيت او ماجيك اويل زيت مرتين في الاسبوع. كده تركيبه متكامله. بالنسبه للتفتيح الركب والاكواع والحاجات دي، المفروض حاجه مقشره زي تريتوس بوت كريم، دهان كل يوم بالليل يشطف بعد ساعه، وبعد الشطف تحطي كريم بتاديرم مع بنسينول، بتاديرم مع بنسينول بعد شطف التريتوس بوت، دول هيجيبوا نتيجه. طيب اخيرا استاذ احمد كان عنده بنته شعرها من قدام خشن ومفيش اي كريمات ولا زيوت بتاثر. هي بدل ما جربت كل حاجه، احنا كنا في وسط الكلام كده اتكلمنا عن سيرم اسمه سيرو بايب، سيرو بايب ده من افضل المنتجات اللي انا مقتنع بيها، جربتها مع ناس كتير وجايب نتائج كويسه. سيرو بايب سيرم يوم بعد يوم مع استعمال حمام زيت زي مثلا سترونج فيل زيت او فيفيدول زيت او ماجيك اويل زيت او زيت طبيعي، زيت جرجير على زيت زيتون على زيت لوز على زيت بذور الجزر، بيتعمل بيه حمام زيت مرتين في الاسبوع هيجيب نتائج كويسه. طيب حلو قوي، احنا برده ما خلصناش كل الامراض الجلديه اللي بتحصل في الصيف، مش مشكله نخلصهم ممكن الاسبوع الجاي. فقره في الكبسوله خلصت وهنروح. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. هنروح لانبوكس سبورتس مع احمد فاروق ونوره. عجبني الموضوع خلاص.